واجد الآن في قرية الصلول في الجبهة الغربية لجبهة مريس الواقعة شمال محافظة الضالع. في هذه المنطقة بالتحديد التي تشهد اشتباكات مستمرة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، تستمر ميليشيات الحوثي حصار أغلب قرى مريس كما تشاهدون في الصورة. قرية الصلول واحدة من القرى التي حاصرتها الميليشيا ومنعت المواطنين من العودة إلى منازلهم، كما تسمعون الآن أصوات الرصاص في هذه المنطقة، وكما ترون جبل ناصة المطل على هذه المنطقة والتي تشهد حصار منذ اندلاع الحرب، وكذلك أيضا جبل أو موقع مرمق الذي تشاهدونه الآن تتمركز به مجموعة من الميليشيات قنصت الكثير من المارة المدنيين سواء من قرية سوان أو الرحبة أو قرية رمة. هذه الميليشيات المتواجدة هنا هدفها حرمان أبناء هذه المنطقة من ممارسة أعمالهم، كما تشاهدون المزارع خاوية وخالية من السكان. إذن مع استمرار القصف المستمر ومع استمرار المواجهات في هذه المنطقة، تستمر وتزداد معاناة المواطنين في ظل غياب شبه تام للمنظمات العاملة في المجال الإنساني. محمد مريسي، قناة بلقيس، محافظة الضالع. Thank you.